بكل تأكيد وجود قطبي العاصمة يغردون خارج السلم هذا الموسم بنسبة كبيرة، تشكلت ملامح المنافسة على الدوري بين الهلال والنصر، هم الأجهز فنيا عناصريا حتى من الناحية التدريبية، يملكون بالوقت الحالي أبرز مدربين موجودين. الجولة بالعموم بوجود الزملاء ممكن أسهبوا بشكل كبير في مستوى الهلال ومستوى النصر في الجولة، أداء الدون طبعا إحنا محظوظين كمتابعين او كجيل رياضي في هذا الوقت انه نشاهد كريستيانو وابداعاته، هذا اللاعب في هذا العمر بهذا الشغف وبهذا الحماس، لاعب يعني بلغه كره القدم ختم كره القدم وما زال للعطاء بقيه، ما زال للحماس والشغف والرغبه في تاديه كل ما يملك كلاعب وخبره، ليس فقط لنادي النصر بل حتى لمتابعين ومشاهدي دوري روشن. لابد يعني متابعين كرة القدم ولاعبين كرة القدم من الجيل الشاب الاستفادة من هذا اللاعب داخل الملعب وخارج الملعب. بالعموم بوجود الجولة هذه تعتبر واحدة من أجمل الجولات، يعني لو إحنا نتكلم أجمل مباراة كسيناريو في هذه الجولة بكل تأكيد ممكن مباراة الرائد والطائي، يعني السيناريو اللي حصل في الوقت بدل الضايع إن الطائي يقلب النتيجة ويسجل 3 أهداف وفرحة الجماهير الحتماوية كان لها يعني أثر كبير في المباراة. الجولة ممكن الوحيدة اللي شهدت 3 لاعبين يسجلوا هاتريك، مالكوم ويقالوا وينكودوا لاعب ضمك، مدرب نادي الاتحاد الجديد جياردو، رسالة الجماهير الاتحاد بدري الحكم على المدرب، مدرب يفتقد للأدوات، مدرب حتى العناصر اللي ممكن هو يطلبها في الفترة الشتوية أو في الفترة الصيفية من أجل مشاهدة عمل هذا المدرب اللي يملك تي في كبير بكل تأكيد. جولة ممتعة بوجود النتائج فيها، حتى خسارة التعاون الغير متوقع، التعاون اللي بكل تأكيد ما أبغى أقول علامة استفهام، هذا الفريق اللي دائما يعني ممكن تنصب التوقعات لأنه يكون يذهب بعيدا في الدوري، ويتم التعثر من أمام فرق غير متوقع، يعني مباراة على أرضك من أمام فريق الرياض، مع احترام الفريق الرياض لكن فارق الإمكانيات تصب في يعني في صالح فريق التعاون، لكن الفريق يخسر خسارة لاعب وطرد. جولة بكل تأكيد واحدة من أجمل الجولات اللي شاهدناها، سيناريوهات نتائج كبيرة، فوز الهلال، وزي ما قلت إنه الأجمل في هذه الجولة بكل تأكيد كانت السيناريو اللي حدث في مباراة الطائي والرائد.